ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. خلينا بس نعمل كام ساندويتش كده مع حضراتكم. خيار المخلل انا هعمله بسيط طبعا، اللي عايز يزود اي حاجة دي براحته. نحط دلوقتي صوص الجبنة اهو، تقدروا بقى تشيلوه في التلاجة عادي وتسخنوه يسخن بقى مايكرويف يسخن وهو كده مفيش مشكلة كده. وهاخد بقى من الصوص الحلو ده بالمعلقه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصب هنا. حاجه كده ايه عايزين بقى تعملوا من الساندوتش ده مثلا يعني طبقه عيش تانيه وبعدين يتعمل كده دبل براحتكم. يعني طبعا الشباب بيحبوا قوي الحاجات دي، ف زي ما هم عاوزين. ادي الصوص حاجه كده تجنن. هنعمل كده واسمحوا لنا بقى نقدمه هناك كده. وصحه وهنا طبعا على قلب حضراتكم. دلوقتي هنعمل وصفه تانية، هي الوصفات برضو المحببه. كفتة الفراخ، كفتة الفراخ بسيطة وجميلة وسهلة، هنعملها مع بعض. تعالوا نقول المقادير وبعدين نتكلم على التكنيك بتاعها. بسيط خالص زي البرجر، شوفوا حضراتكم البرجر 5 دقايق خلصناه شكلناه، هنحفظه بقى في الفريزر زي ما اتفقنا ويبقى عندنا حاجات طبيعية بتاعتنا احنا اللي عاملينها بإيدينا. طيب هنبدأ بقى نقول كفتة الفراخ. عندي نص كيلو من صدور الدجاج، أنا بفضل في الكفتة مش صدور بس، اسمحوا لي بس نعدلها صدور مع أوراك، لان الورك دايما بيبقى طري، الجزء السفلي من الفرخه اللي هو الجزء الاحمر بيبقى اطرب كتير من الصدر، فانا ممكن اطعم يعني تبقى وراك واحط قطعه من الصدر تبقى تمسك الخليط بس. طيب عندي بصله مبشوره، معلقه صغيره من المستارده، ودي اختياري او بذور الخردل زي ما حضراتكم تحبوا. السبع بهارات، لا معلش، بصل مفروم، فلفل اخضر، بقدونس مفروم، معلقه من السمنه، انا مش هحط سمنه هحط زيت، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، كزبرة جافة، بابريكا، بصل باودر، وتوم باودر، وملح وفلفل. تعالوا كده ايه نبدأ بسم الله، وناخد كده بولة هنا وهحط فيها الأول الفراخ اللي هي المفروض ان هي فيها وراك، حاطة فيها نسبة كبيرة من اللحم الأحمر يعني عشان تبقى طرية. هنحط شوية بصل، وزي ما قلت لحضراتكم عايزين ما تستخدموش البصل الفريش برضو مفيش مشكلة، تقدروا تستخدموا الايه بودرة الايه البصل مفيش اي مشكلة خالص. طيب هاخد كده معلقة صغيرة من بذور الخردل، احنا بقى عايزين نستفيد منه شوية لان احنا ما بنستفيدش منه خالص في ولا حاجة من اللي بنعملها. يعني ده المنديل المبلول اللي اقول لحضراتكم بنحطه عشان يفضل حافظ الحاجة بتاعتنا كده فريش. هنحط شوية من البقدونس، عندي شوية فلفل، وتعالوا بقى نحط التوابل بتاعتنا كلها عشان الرطوبة. طبعا لو عندنا توابلنا في البيت مثلا بصل أو اللي هو الثوم الباودر مثلا لقيتوه كده تكلس انخلوه وحطوه تاني برطمان نظيف فتبقى الدنيا جميلة جدا، يتنخل مرة كمان. عندي هنا البيكنج باودر معلقة صغيرة، انا هسوي في الفرن مش هعمل حاجه على البوتاجاز خالص. واسمحوا لي اخد كده ايه المعلقه دي جنبي هنا، هشيل بس دول كده، هاخد رشه ملح وفلفل، بسم الله الرحمن الرحيم، رشه ملح ورشه فلفل. وهنبدأ بقى نضرب برضو بالهاند بلندر أو في الكبة زي ما حضراتكم تحبوا. بسم الله
مش عايزه اطحنها قوي يعني تبقى لدرجه قويه جدا، عايزه برضو يبقى فيها كده ايه الخليط شويه مجروش، لكن ابقى بس خلطت معاه كل الحاجات بتاعته. طبعا يفضل قبل تشكيل الكفته دي يا سلام لو حضراتكم تسقعوها شويه او نسقع الخليط ده شويه، يعني كده الخليط ده لما هيسقع هيبقى احسن، عشان كده انا مجهزه شويه ساقعين اهو ده، عاملاهم على الاستاكس وجمدتهم عشان ادخلهم على طول التلاجه. خليني كده ممكن اخد معلقه زيت كده جنبي احاول اشكل بيها بسيطه، بسم الله. ونسيبها تسقع شويه وبعدين نحطها في بايركس، عايزه بايركس او حاجه احط فيها الايه الفراخ. خليني اشوف هنا في بايركس صغير، بسم الله. هنا ده وهنبدا هاخد بس قليل من الزيت ده. انا اقدر اعملها كفته كده، مش عايزه اعملها في يعني عايزين تعملوها على الاسياخ بتاعت الشيش مفيش مشكله، عايزين تعملوها كده زي ما انا عاملاها مفيش برضو مشكله. انا هعملها في الفرن، لا هعملها في الفرن، حطها في الفرن على طول تستوي بشكل صحي اصح طبعا. وبعدين انا لما جيت مثلا نجيب الوراك الراجل بيقول لي اخليها لحضرتك، لا في الكفته ما تخلوهاش، هتبقى عامل مساعد ان هي يبقى فيها ماده دهنيه طبيعيه، ويبقى انا خلاص استعنت عن ده او يعني شلت منه الدهون، مش هحط بقى اي ماده دهنيه تانية، هكتفي بالدهون اللي كانت جوه الفراخ دي اللي موجوده في الطوق اهو. تطلع شويه كفته كده حلوين ممكن يتحطوا في سندوتشات حلوه، عايزين بقى تحطوا بابا غنوج معاها، عايزين طحينه معاها، سلطه حمص، حاجه من الحاجات اللي هي المفيده دي مفيش مشكله خالص. اوكي واحنا ايه هنصبعها كده، انا مشغله الفرن عندي، مشغله ايه بقى، مشغله الفرن حراره متوسطه 180 اوكي، وحاطه الشبكه لتحت سنه لان انا هشغل الشوايه، وعايزه اشغل الشوايه مش عاليه، عايزه اخليها هاديه عشان يعني تتلون ما تتحرقش من بره وتكون لسه من جوه ما استوتش. فانا مسخناه اهو من اول ما بدات اعمل في الكفته مع حضراتكم عشان تطلع شكلها حلو، وتقدروا تعملوها زي دي اسياخ كده اهي، يعني دي مثلا اسياخ كفته ممكن تصبعوها عليها، بس المهم تجمدوها شويه. دي برضو فكره ثانيه، عايزين تعملوها كور وتحطوها في بريدنج برضو ماشي. الخليط ده حلو بس هو احلى في الشوي بصراحه، يعني احلى انه يدخل فرن او يتعمل على جريل، بس اهم حاجه الخليط اللي في ايدي ده. انا بس بشكله دلوقتي عشان احنا على الهوا، لو يسقع ربع ساعه او نص ساعه في الثلاجه هيبقى رائع في تشكيله واسهل اهو، وبسيطة جدا وما فيهاش يعني حاجات كتير، وهي أفكار لطيفة. وإحنا في الصيف الواحد بيبقى مثلا الولاد اللي عندهم تدريبات عندهم تمرينات عايزين سندوتشات سريعة وإحنا نازلين بدل ما نضطر نقف نشتري من بره، هناخد معانا لانش بوكس كده بتاعهم ويدوب يطلبوا بس العصير أو المية من بره وخلاص. أنا هشيل دول بقى خليهم هنا وهنكمل الإيه الكفتة بتاعتنا عشان نحطها في الفرن ان شاء الله تستوي على طول، مش هتاخد وقت، هي 10 دقائق 12 دقيقه ربع ساعه بالكتير بتكون طلعت، ما تاخدش وقت عشان كمان ما تنشفش. وبعدين نقدمها زي ما حضراتكم عايزين، وتقدروا برضو تحتفظوا بيها في الفريزر اذا حابين تعملوا كميه مثلا وتخلوها الوقت ما هتحتاجوا، ما فيش اي مشكله خالص. كده ناخد كده بتخن شوية الصباع عشان هو بيكش سنة صغيرة بسيطة يعني مش كتير، بتفرز كده شوية هي سوائل فايه بتنزل من الحجم بتاعها شوية. بيكنج باودر بيديها ما تكشش قوي، بس هي
في الاخر حتى لو ما حطيناهوش، ده عشان في ناس ممكن ما تستخدموش، هو هتبقى حاجه بسيطه. البيكنج باودر ميزته ايه بقى؟ زي الدقيق بيمتص السوائل اللي جواها ويخليها ما تكشش، فبيخليها تحافظ على الشكل بتاعها. بس هو دي الفكره، نفس فكره الدقيق اهو. خلاص احنا تمام، اخر صباع اهو، وهنبدا ندخل بقى البايركس ده الفرن. شوفوا انا بس استخدمت الزيت فين، يا دوب في تشكيلها، مسحه بسيطه جدا جدا، تبقى حاجات صحيه برده ولطيفه بدل المحمر اللي طول الوقت ايه بنحمر كده. هنشيل السمنه دي، خلاص انا مش هحتاجها لان انا بالفعل استغنيت عنها بالزيت. عايزين بقى تستفيدوا بمعلقه السمنه دي، عايزين تدوها ريحه الشواء، ممكن بعد ما تطلع الكفته من الفرن هتجيبوا ورقه فويل تحطوا فيها نقطه سمنه من دي، وتحطوا الفحمايه جواها وتقفلوا على الخليط ده، تطلع ريحه المشوي، عشان ريحه السمنه بتبقى قويه قوي مع الفحم. بسم الله اهو الفرن سخن والشوايه شغاله على الهادي. ودلوقتي بقى هنستسمح حضراتكم في استراحه بسيطه، هنرجع بعد الاستراحه نعمل صنف حلو وظريف وخفيف ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم بعد الاستراحه.